مساء الخير متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، وإليكم الآن النشرة الجوية الرئيسية. نهار اليوم الاثنين عادت الأجواء إلى الاستقرار في عموم مناطق المملكة، ولكنها لا تزال حارة إلى حارة جدا. ننتقل وإياكم إلى صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة لهذا اليوم في عموم مناطق المملكة، كما نلاحظ خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم العشوائية في مناطق عشوائية من المملكة، ولكنها بدون أي فعالية. رح نستعرض وإياكم خرائط توزيع درجات الحرارة في المملكة العربية السعودية، كما نلاحظ استمرار الأجواء الحارة بالسيطرة على مختلف مناطق المملكة، أجواء حارة إلى حارة جدا ابتداء من يوم الاثنين وطبعا حتى يوم الثلاثاء تخف قليلا وطأة الحر، ولكنها لازال الأجواء حارة جدا حتى يوم الثلاثاء ظهرا. نلاحظ هذا اللون يدل على درجات حرارة عالية جدا وأجواء حارة جدا. يوم الأربعاء تخف في معظم مناطق المملكة وطأة هذه الحر مع استمرار الأجواء الحارة. نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة فترة السحور لهذه الليلة في العاصمة الرياض، 25 درجة مئوية، الملموسة 24، نسبة الرطوبة 19% وسرعة الرياح خفيفة 2 كيلومتر بالساعة. نستعرض الآن درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله لثلاث أيام القادمين في الرياض، يوم الثلاثاء 37 نهارا 25 ليلا وأجواء صافية، الأربعاء 38 نهارا 26 ليلا، والخميس غيوم متفرقة 39 درجة مئوية بإذن الله و26 درجة مئوية بتسجلها ليلا. متابعينا، هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة، تابعونا في باقي تفاصيل نشرات طقس العرب. إلى اللقاء.